هو بلا شك أن الله عز وجل خلق الناس من زوجين ذكر وأنثى، فبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى في أماكن ما تستطيع خلاص، يعني أنت الآن في الشارع ما يصير تحط شوارع للرجال وآخر للنساء، مكة شرف الله عز وجل كعبة واحدة ما يصير تحط أنت بعد للرجال والنساء. فهناك الحقيقة في ناس فاهمين غلط، يعتقد أن الاختلاط معناته أن ما يمكن يحدث. أنا شفت تقريدة قريبا والدكتور مسوي عليها رتويت، يعني فوحدة تقول يعني إذا أنتم راضين على الاختلاط ومقدمين موضوع في الجامعة فخلاص لا تزوجون عيال، لأن الزواج هو الاختلاط. لا، مو هذا المنطق، هذا مو منطق. لا، الزواج زوجته وحلال عليه زين. فهذا الحقيقة يدل على شيء، يدل على أن الناس مي فاهمة الاختلاط المقصود فيه. أنا دكتور منذ عام 1987 طيب أدرس في جامعة الكويت، طيب فبالتالي أنا وجدت حقيقة أولا لما سووا استبانة وأخذوا آراء الطلبة والطالبات، يعني أغلبهم يقول إحنا ما قاعد نروح الكليات الثانية ونيجي كلية الشريعة، مو حبا في كلية الشريعة حقيقة، عندنا طموحات أكثر من هذا، لكن نجد أن هذه البيئة الخصبة اللي تتفق مع عاداتنا وقيمنا وديننا وتحافظ علينا. الأمر الثاني، كل الاستبانات اللي سووها الدكاترة وحتى جامعة الكويت سوتها يعني نسبة عالية جدا، أنا ما أذكر الآن بس اللي أذكره نسبة عالية ومفارقة كبيرة جدا اللي ما يبون الاختلاط. والحقيقة الاختلاط مو حرام لذاته، الاختلاط ما بعده ما يحدث من هذه الأشكال. فتجد أحيانا نعتقد الأمر هين ولكن الحقيقة في قضايا خفية تحدث في الجامعة ما تبرز للإعلام أن هناك من خلال هذا الاختلاط يحدث أمور ما تحمد عقباها، من قضية الخلوة، من قضية الحقيقة يعني المراودة عن النفس وكذا وكذا. في قضايا معلنة يمكن 7 دكاترة حالهم للنيابة والسبة قضية أن يعني قضية الاختلاط. كذلك نجد أن في مشاكل توصل لكن ما توصل لرأي العام اللي هي بين الطلبة والطالبات، وصلت إلى أمور يعني فيها حتى وصل إلى مرحلة السجن أو القتل صراحة.